أستاذ جماهري، المغرب ذهب أبعد من بلاغات التضامن وبيانات الإدانة إلى إجراء ميداني يدعم صمود الفلسطينيين في محنتهم. ما هو تقييمكم لهذه المبادرة، مبادرة إرسال مساعدات إنسانية عاجلة بتعليمات ملكية سامية بصفة الملك محمد السادس رئيسا للجنة القدس؟ وهذا التفصيل مهم جدا أستاذ جماهري. من المؤكد أن كما قلت أن هذا الدعم هو دعم ميداني. أولا هو يأتي في سياق باقة من المواقف إذا شئنا القول، سبق وأن أوردتموها في التقرير، الإدانة ديال العدوان على الشعب الفلسطيني أطفالا وشيوخا ونساء ومدنيين، ثم الاشتغال داخل الجامعات العربية و اختيار المغرب كعضو في اللجنة المنبثقة على الاجتماع الأخير والمكلفة بالاتصالات مع دول العالم خصوصا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأيضا بطبيعة الحال هذه المساعدة العينية، وهي في الحقيقة يعني وفاء لسلوك مغربي منذ القدم، وهو تكريس أيضا لما تقوم به لجنة القدس وأيضا بيت مال القدس. وكما يعرف الجميع أنه منذ التأسيس هذه اللجنة ومنذ تأسيس هذا المال يتحمل المغرب قسطا وافرا جدا حتى بالمقارنة بما تقدمه الدول الغنية في الدائرة العربية الإسلامية، تفوق أحيانا نسبة المساهمة المغربية والحفاظ عليها 70%، الشيء الذي يخلق بالفعل مقومات الاستمرارية والصمود، وأيضا يجعل يعني حماية القدس والعمل على الوقوف في وجه تهويدها وتغيير وضعها القانوني عمل يومي ويعني دؤوب، ولا ينتظر لحظات القصوى في الأزمة أو اللحظات العليا في المأساة وفي التراجيديا لكي يبرهن عن نفسه بنفس القوة وبنفس العلو والسمو، لكنه هذا يعني عمل دائم ويتطلب يعني مهارة ويتطلب صبر ويتطلب قناعة عميقة بحيث لا يتوقف هذا الدعم. وهذا بطبيعة الحال ديدن المغرب منذ أن كان هناك حي المغاربة، وأن منذ أن تم استئمان المغاربة على حماية أكناف بيت المقدس. وأعتقد أنه أيضا لا يمكن أن نغفل أنه منذ يعني السنتين الأخيرتين كان هناك مجهود كبير وقوي للمغرب فيما يتعلق بالدفاع عن حياة المقدسيين وأيضا حياة القدس. يجب ألا ننسى البيان المشترك الذي كان مع قداسة البابا في السنة الماضية، والذي كانت له قوة دولية وأيضا قوة أخلاقية وقوة دينية، وكان هناك بالفعل عمل جيد وسامي وعالي بالنسبة للمغرب بحيث حرك كل الرمزية المتمثلة في البابوية وأيضا في يعني في التسامح والتعايش الديني. نعم. الذي تمثله القدس من خدمتي وخدمة للقدس وللمقدسيين، وأيضا الموقف الذي كان موقفا متفردا ورفيعا جدا حينما رفض جلالة الملك نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، وكان هناك موقف واضح وصريح أيضا لا يمكن أن تنساه ذاكرة المقدسيين والفلسطينيين إلى آخره. نحن اليوم المغرب يعيش أيضا بطبيعة الحال المجهود الذي يجب أن يتم بوعي كبير، يجب أن هذا التزامن الذي يتم ما بين الهجوم على غزة والهجوم على القدس وإحياء ذكرى النكبة تعيد إلى الأذهان بأن إسرائيل اليوم تحيي النكبة لدى الأجيال الجديدة والتي لم تعيشها إلا كصور وذكريات، وأيضا إنها تنعش هذه المأساة الدم الفلسطيني الظاهر، وأيضا تعطي بالفعل الدليل على أن زمان النكبة لا زال مفتوحا متواصلا.